ايوه صح. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. كنا قد تحدثنا بان العصور الادبيه، العصور الادبيه التي نفهم بها النصوص، ما نقدروش نفهم النص حتى نفهم العصر اللي جا فيه. ركزوا معايا مليح، لقيتي؟ جيد. قلنا لا يمكن أن نفهم النص، معناها باش نفهم النص الأدبي لا يمكن أن أفهمه إلا إذا فهمت النص الذي أتى فيه. قلنا بأن العصور الأدبية تنقسم إلى ثلاث أقسام، عدنا عصر الضعف، خلاص متفاهمين، عصر النهضة، وعصر المعاصر. هم يقولوا عصر الحديث والمعاصر مع بعضهم، صح؟ أنا نقسمهم إلى قسمين. صح، عصر النهضة نقرأ فيه نوعين من الشعر. وش نقرأ فيه؟ شعر المدائح والزهد، والشعر التعليمي. هذا خاص بالأدبيين وهذا خاص بالعلميين، تفهمين؟ صح، أنا نشتي نقريهم للعلميين والأدبيين مع بعضهم، خطاكش العلميين كي يقرأوا هذا ما يفهموش مليح، لازم يقرأوا هذا قبل، كي يقرأوا هذا يفهموه، يجيهم هذا سهل حتى وخطين، فهمتون؟ عصر النهضة وش عدنا؟ وعدنا النصر العلمي ثاني. عصر النهضة عدنا الكلاسيكية، وعدنا الرومانسية، وعدنا الواقعية اللي بدأت في هذا العصر. الكلاسيكية وش فيها؟ فيها زوج حوايج، فيها شعر المنفى الخاص بالأدبيين، وفيها الشعر السياسي نتاع العلميين، تفهمين؟ الرومانسية اللي هي كما يسموها العلميين الرابطة القلمية، يسموها الأدبيين الرومانسية، هي نفس المسمى، هي نفس المسمى. الواقعية عدنا فيها الشعر الحر، عدنا فيها المقال، وعدنا فيها غير ذلك. المعاصر عدنا فيها الشعر الحر. بمعنى هذا البروغرام تاعنا في الأدب العربي، ما تنسوش بلي عدنا هنا ثانية النصر العلمية زين نتحدث عليها. إذن وش كنا، ما الذي قلناه سابقا؟ قلنا بأن الحصة الأولى اللي هي حصة يوم السبت، الحصة العادية نديروها قواعد مع التمارين. الحصة الثانية اللي هي حصة يوم الاثنين نديروها تطبيقات، ونديروها يعني سجيات وغير ذلك، لأننا نكون نكملوا بهذه الوتيرة من نهاية السنة، نعود حلينا عدد كبير من المواضيع. اليوم إن شاء الله الحين نقرأ، رانا في عصر الضعف، عصر الضعف. اليوم بإذن الله تعالى راح نقرأ الشعر التعليمي، الشعر التعليمي. نقرأ الشعر التعليمي، محتواه نفهمه، ثم نحل موضوعا مقترحا فيه. ما هو الشعر التعليمي؟ أكيد راح نقرأ تعريفه، أكيد راح نقرأ أفكاره، معناها إذا فهمت الأفكار، إذا قمت بفهم الأفكار، إذا فهمت الأفكار استوعبتها، معناها النص ما هوش راح يخرج على هذه الأفكار، مستحيل. راح أيضا نشوف عواطفه، ما هي العواطف الموجودة في الشعر التعليمي إذا كانت كاينة عواطف. أيضا راح نشوف نمطه، ما هو النمط الذي يكون في الشعر التعليمي. أيضا راح نشوف ظواهره النقدية، أو ظواهره أيضا تسموها الظواهر البلاغية، الاقتباس والتضمين. أيضا راح نشوف رواده، من هم رواده. أيضا راح نشوف أيضا نزعاته وقيمه. بمعنى أنا حينما ألم بالموضوع، ألم بالشعر التعليمي ككل، من ناحية التعريف، من ناحية الأفكار، من ناحية النزعات، من ناحية العواطف، من ناحية القيم، ألم به بشكل نهائي، يعني في التحليل يجيني بسيط جدا. احنا كنا ندير لكم عملية تذكير، ما هي خطوة التعريف؟ احنا نذكرني بها. خطوة التعريف اللون، وسميناه بالفرنسي لو جون، اللون، هل هو نثر أم شعر؟ الحاجة الثانية اللي هي الحقبة، الحقبة اللي سميناها بالفرنسي ليبوك، فاهمين صح ولا لا؟ الحاجة الثالثة وهي تعريف، وسميناها لا ديفينيسيون. بمعنى أي تعريف رايح تمر به لازم تمر بثلاث خطوات، وإلا التعريف تاعك راه ناقص. الشعر التعليمي شعر ولا نثر؟ جيد جدا، لون شعر، صح. هذه الخطوة الأولى، هاي تحققت الخطوة الأولى، صح متفاهمين؟ الخطوة الثانية شنو هو؟ قديم أم حديث؟ قديم، دون الإشارة إلى العصر الذي وجد فيه. ما تقوليش الشيخ قد وجد في عصر الضعف، هو في الحقيقة وجد في العصر العباسي، تغلط هنا، قديم وخلاص. هو لون شعري قديم
ما الذي من خلال تعليمي ما الذي يقدمه لك هذا الشعر؟ هذا الشعر شيني خدمته من خلال كلمة تعليم. جيد، هذا شيء. إذن يعلم الناس ماذا؟ أمور الدين والدنيا. معناها علماء في عصر العباسي وعصر الضعف كانوا محتاجين إلى نوع شعري يحفظ به الناس. أوليو باش مثلا يقول لك علامات الفعل، باش تعرف الفعل فيه تاء الفاعل وياء المخاطبة وتاء التأنيث الساكنة ونون النسوة، يعني هذه هي علامات الفعل. هو يجملها لك في بيت شعري تعليمي، مثلا بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. فهمت الحكاية؟ إذن يعطيها لك على شكل شعر، مثلا متن ابن عاشر اللي قريناه في جامع بكري، متن ابن عاشر تاع يعلمك الفقه والوضوء والصلاة، كانوا يحفظونه في جامع. يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا باسم الله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وغير ذلك. يعني هذا الشعر يعني يعلمك أمور الدين والدنيا. أمور الدين ما نحتاجهاش احنا. الشعر التعليمي اللي نحوس عليه هو الشعر الديني. هو ماذا؟ الشعر الديني. جيد جدا. إذن يعلمني أمور الدين. إذن هذا الشعر الذي ندرسه اليوم دائما يطرح علي سؤال، هل الشعر التعليمي هو شعر الزهد؟ لا، هو ما هو الشعر الزهد، لأن شعر الزهد فيه نوع من الوصف، فيه نوع من العواطف. هذا الشعر ما فيهش عواطف أصلا. إذن هذا الشعر التعليمي وش فيه؟ ما هي أفكاره؟ ركزوا معايا مليح. يمكن أن يكون هذا الشعر عبارة عن توجيهات ونصائح. ركزوا معايا مليح. توجيهات ونصائح. يمكن أن يكون هذا الشعر عبارة عن ماذا؟ وصف لقدرات الله تعالى، مثلا وصف لقدرات الله تعالى بالحجة والبرهان مثلا، وكأن الشاعر يريد إرجاعك إلى طريق الحق. راكم مش فاهمين علاش هذا الشعر. هذا الشعر جاء في هذا العصر من أجل شيء واحد فقط، هذا اللي نقراوه احنا، يا مش الشعر التعليمي تاع اللي حفظ الناس أمور. الشعر التعليمي هذا جاء في هذا العصر باش يرجع الناس الذين أفسدهم التتار والمغول، يرجع الناس اللي ضاعوا. إذا كنا نسقسيك ما الهدف من كتابة هذه القصيدة، ما تقوليش تقديم النصائح، تقولي إرجاع الناس إلى أمور دينهم. وصف كما المدائح، نفس الدافع. الدافع هو انتشار ظواهر لهو المجون. إذا شعر المدائح، ركزوا معايا، شعر المدائح هو شعر تذكيري بأسلوب غير مباشر. ما معنى شعر تذكيري بأسلوب غير مباشر؟ يذكرك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرك بقدرة الله تعالى والموت وعذاب القبر. هذا شعر المدائح والزهد، هذا أسلوب غير مباشر، متفاهمين؟ ولكن كما يقول مثلا البوصيري: يا من خزائن جوده مملوءة كرما وباب عطائه مفتوح، ندعوك عن فقر إليك وحاجة، ومجال فضلك للعفاة فسيح، فاغفر للعبد المسيء تكرما، إن الكريم عن المسيء صفوح. أنت لما السيد يقرأ قدامك شعر كما هذا، أنت تتذكر الآخرة. هذا الشعر التذكيري بأسلوب غير مباشر. أما الشعر التعليمي هو شعر تذكيري بالأسلوب المباشر، يوجه لك أنت الأوامر. فهمتوا الحكاية؟ إذن هذه الأشعار اللي جات في هذا العصر، عصر الضعف، كلها تخدم شيئا واحدا فقط، هو محاربة ظواهر الله والمجون. فهمينا؟ معنى لازم تعود فهم هذه، مش معنى قول وعود يجيك مثلا تتعامل مع شعر التعليمي وانت ماكش عارف وقعوش راه يهضر، راك تقرا بصح ماكش عارف، كش تقول غريب عليك. لا لا، أي شعر في شعر تعليمي راه لازم واسمع. إذن عندهم نفس الدوافع. ما هي عواطف الشعر التعليمي؟ تكتب تعلم في خوك الصغير في المنزل، هل تعلمه بالعاطفة أم بالعقل؟ جيد جدا. إذن الشعر التعليمي يجب أن يكون ماذا؟ خال من العواطف. عكس شعر المدائح لقينا فيه ثلاث عواطف. ايش لقينا فيه؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم، الشوق إلى الحرم الطيبة، والندم على الذنوب. بمعنى فيه عواطف، فيه أحاسيس. شعر زهد فيه أحاسيس. شنو إحساس لي فيه؟ الخوف من العذاب، في إحساس الندم على الذنوب، في إحساس الرغبة في لقاء الله تعالى. فهمتوا؟ وبالتالي في أحاسيس. هذا ما فيش أحاسيس. لماذا ما فيش أحاسيس؟ لأنه مش وجه في الأوامر ليه، وجه في واحد آخر. فهمتوا؟ ما هو نمطه؟ عندنا نمطين، إما يكون النمط أمري، إما يكون النمط وصفي. ها
هذا يسموه النمط الرئيس. النمط الأمري يقدم لك مجموعة من أوامر، ما تسهوليش، أوامر. النمط الوصف وإضافة إلى النصائح، كيف الخطاب، راح يتعرفوا على النمط الأمري. إضافة إلى النمط الوصفي وش عندنا؟ وصف لقدرة الله تعالى، راح نشوفوها الآن. النمط الخادم دائما النمط الخادم لازم يكون حجاجي. علاه؟ لأنه يعلمك ويجب عليه إقناعك. فهمتوا الحكاية؟ فهمتواش؟ وبالتالي النمط الرئيس هو النمط الأمري أو النمط الوصفي. راح نشوفوا النمط الأمري في سوجي وراح نشوفوا النمط الوصفي في سوجي باش نتعلموا الفرق بيناتهم. غالب إيه، وبعد الحجاج يجي بعد. صح. رواده من هم؟ من هم رواده؟ البوصيري، ابن نباتة، صحيتي، ابن عربي، صحيتي، وابن الوردي. هذا هم رواد الشعر. ما هي نزعاتهم؟ ما عارفين ايش معناها النزعة؟ مش عارفين. النزعة هي رغبة الشاعر، ما هو الشيء الذي يحرك الشاعر. إذا كان غيرته على وطنه تولي نزعة وطنية، غيرته على الدين نزعة دينية، غيرته على المجتمع نزعة إصلاحية. وبالتالي هنا النزعة إصلاحية، أيضا معها نزعة دينية، معناها رغبة الشاعر في إصلاح مجتمعه، رغبة الشاعر في إصلاح دينه. إذا ما هي قيمه؟ قيم دينية. قيم دينية، ما نشعر في قيم دينية ما معناها؟ هي الدعوة إلى حب الآخرة، دعوة إلى تذكر الله تعالى، دعوة. هذه القيم راح تكتشفوها من خلال النص. هذا الشعر التعليمي يوظف لك ظاهرتين، يوظف لك ظاهرة الاقتباس. ظاهرة الاقتباس ما هي؟ ما تعرفها؟ جيد جدا. لو جونغ ليترير تاعها ظاهرة نقدية، ظاهرة نقدية شني؟ قديمة، صحيته، قديمة. ماذا تعني أن يأخذ الشاعر من القرآن أو الحديث؟ هذه الظاهرة اللي فيها الاقتباس. قادر يكون تضمين أن الشاعر يأخذ من الشعر. إذا كان مثلا مفدي زكريا وظف لنا قرآن كريم، وش سميناها الظاهرة؟ مفدي زكريا يكون يوظف لك القرآن الكريم، واسمها عارفين هذه؟ ثم العلمين عارفين؟ صح. كون يجيك البوصيري في العصر القديم ولا في العصر الحديث؟ في العصر، في العصور القديمة، عصور ما قبل النهضة. اسمها الظاهرة، سموها ظاهرة الاقتباس. لما البوصيري يوظف لك آية قرآنية سموها ظاهرة الاقتباس. مفدي زكريا يوظف لك آية قرآنية نفس الآية سموها ظاهرة التناص. وبالتالي المصطلح تاعها ماذا؟ تغير، تبدل المصطلح. فهمتوا هذه؟ تغير في المصطلح فقط. فهمتوا؟ هذا مكان معناها. كنا نقول مثلا مفدي زكريا يقول تأذن ربك ليلة قدري وألقى الستار على ألف شهر وقال له الشعب أمرك ربي وقال له الرب أمرك أمري. ما هي الآية الموظفة هنا؟ تقول لي سورة القدر. صح. ما اسم الظاهر؟ تقول لي أستاذ ما اسم الشاعر؟ قل لك مفدي زكريا، تقول لي ظاهرة التنص. قل لك البوصيري، تقول لي ظاهرة الاقتباس. متفاهمين؟ خلاص. هذه الظاهرة، هذا السؤال جاء مرتين في البكالوريا. المرة الأولى بكالوريا 2010 شعبة العلوم التجريبية، الموضوع الأول للعلميين. بكالوريا 2011 شعبة اللغات الأجنبية، الموضوع الأول للغات الأجنبية، تقويم النقدي، السؤال الأول تقويم. بمعنى جاء مرتين، بمعنى ثم العلميين أو جاكم ثاني. جيد جدا. كيف يقول لك السؤال؟ هو الحقيقة مش راح يقول لك سؤال، كيفاش راح يسقسيك؟ يقول لك يعطيك بيت كي معايا، ومن بعد يقول لك في السؤال، السؤال يعطيك واحد البيت، يقول لك دل على نظير هذا، دل على نظير هذا البيت من النص، جيب لي البيت اللي شبهه. كما معايا؟ تلقيه ولا ما تلقيهش؟ تلقيه. كي تلقيه يقول لك ما اسم الظاهرة. خلاص ما تفهم؟ صديقه، إذا كان البيت اللي مده لك في عصر الحديث تولي ظاهرة التناص. إحنا نخزر الشاعر اللي رأى، الشاعر اللي رأى عدوا القصيدة، الشاعر اللي رأى بين أيدينا مثلا. نعطيكم السؤال اللي جاكم إكزاكت باش تعودي قد سؤال رقم 5 في البناء الفكري، وش قال؟ قال دل على نظير المعنى التالي من النص، وبعطاك البيت. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. واضح؟ نظر الأعمى، واضح سمع الأصم. هذا كناية عن الشهرة وكناية عن ذائع الصيد.
وش قال؟ قال دل على نظير هذا المعنى من النص. المفدي زكريا وش قال في النص؟ سمع الأصم رنينها فعنى لها. نعم، سمع الأصم رنينها فعنى لها ورأى الأعمى بها الطريق الأنصاري. يشبه له ولا ما يشبه له؟ يشبه له رؤية الأعمى وسمع الأصم. ظاهرة التضمين لا توجد في العصر الحديث، حقني فهمتكم. يقول اسمها مثلا يكون شاعر قديم، يكون شاعر من العصر القديم ويقول ما اسمها هذه الظاهرة. وين الشاعر؟ مثلا البوصيري مثلا يولي اسمها التضمين. ما يكونش اقتباس. ما اقتباس، حقنا قلنا من القرآن الكريم. بصح قلنا الاقتباس والتضمين هم من فرق بيناتهم. بصح في العصر الحديث ما لهوش فرق بيناتهم، اسمهم في زوج التناص. تزيدي له التناص الديني او التناص الادبي، تزيدي له برك تحديه. خلاص متفاهمين؟ فهمتوا لي الأشياء طريقة متأكدين؟ سؤال، أنا بدون أقرأ في قصيدة. أمسك قلم رصاص، شوف شهد لباس. فهمتوها هذه صح؟ نبدأ. أي كلمة تحسني بدلتها بدلها، ما تحبسنيش تقول لي رك غلط يا أستاذ، راني نشرح. خلاص متفاهمين؟ الشاعر هنا يتوجه بخطابه إلى العامة. الخطرة اللي فاتت لما قرينا البوصيري يتوجه بخطابه إلى نفسه، وفاك بالذنب العظيم المذنب، معناه يتكلم على نفسه. هذه الطريقة الغير مباشرة، الآن نحن في الطريقة المباشرة. اعتزل ذكر الأغاني والغزل. ما معنى اعتزل ذكر الأغاني والغزل؟ هذه هي دعوة صريحة إلى ماذا؟ إلى التوبة. إلى التوبة، دعوة صريحة إلى التوبة. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الحق وجانب من هزل. ما معنى جانب من هزل؟ أي ابتعد على الصحبة السيئة. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. هنا الملاحظ أن هناك أفعال الأمر نضع حولها دائرة. الفعل الأول اعتزل، الفعل الثاني قل، الفعل الثالث جانب، جانب، الفعل الثالث، الفعل الرابع اتقي. متفاهمين؟ إذن اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. إذن هنا هذا الأسلوب مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر الأبعد الحدود. هذا أسلوب مباشر إلى حد بعيد. الآن ما نمط هذا؟ ما هذا النمط؟ ما هذا النمط؟ ركزوا معي. النمط أمري، جيد جدا. إلى حد الساعة النمط أمري، الأسلوب مباشر، الأسلوب تلقيني عادي بسيط صح؟ وبعد يدخل لك في النمط الحجاجي، يعطيك حجج، يعطيك براهين. كتب الموت على الخلق، هل فعلا كتب الموت على الناس جميعا؟ هذه بديهية ولا مش بديهية؟ سأسألك سؤال بني، الموت مكتوب على الناس جميعا ولا على بعض الناس؟ هذه بديهية ولا مش بديهية؟ إذن هي حجة دامغة، حاجة بديهية. قال الشمس تطلع من المشرق، هذه حجة واضحة. الحجج الواضحة يسموها المسلمات. المسلمات هي الحجج التي لا يمكن مناقشتها. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. ها؟ كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض؟ كملوا. وولى وعزل. أنا لاحظوا معايا، قال كتب الموت على الخلق فكم، الموت كم فل من جيش، معناها دمر من جيش. تخيلوا معايا، كاين الناس كانت تعتقد بأنها لا تموت. من هؤلاء الناس؟ فرعون لما خرج يطارد موسى عليه السلام، خرج كيفاش خرج؟ خرج وحده ولا خرج مع الجيش؟ هل كان يعتقد فرعون أن جيش بأكمله سوف يقضى عليه في لحظة؟ غريبة يعني، جيش بأكمله انتهى في ها؟ كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أفنى من دول معناها دولة كما راها اندثرت وانتهت في ضرب في يعني في لحظة واحدة. كما مثلا قوم سيدنا لوط عليه السلام، كيفاش دار لهم؟ جبريل هزهم، هز المدينة تاعهم، طلع بها إلى السماء ويعني لصقها في الأرض، قلبها ولصقها في الأرض، في لحظة واحدة تختفي دولة. تخيل معايا أنت تشوف ناس في قمة البطش وفي قمة القوة وفي يعني شيء لا يمكن تصوره. أعطيكم مثال، الأهرامات هذه الحجرة الواحدة قد الشومبرة هذه، كيفاش طل ما شفتوهاش الأهرامات؟ عباكم تشوفوها قدامكم
شيء لا يتصوره عقل. قلت جبل كردادة، شوف يعني جبل عظيم جدا، كيفاش طلعوا هذه الحجارة؟ هذا يدل على أن هؤلاء القوم كانوا ذو بأس شديد، معناها ناس لا يمكن تصورهم، احنا أقوى منهم ولا هم أقوى منا بمراحل بعيدة جدا. ليومنا هذا العلم أقوى الرافعات في العالم، أقوى الجرافات في العالم، لا تستطيع رفع حجر واحد، حجرة برك واحدة برك، فما بالك بهذه الحجارة العظيمة. الناس كانت تسخر الجن والإنس كما سيدنا سليمان، الناس كانت يعني تعمل على السحر كما قوم سيدنا موسى، وماذا حدث لهم في لحظة واحدة؟ كتب الموت على الخلق جميعا. وبالتالي الشاعر هنا ماذا؟ اعتمد الأسلوبين، الأسلوب التوجيهي الواضح والأسلوب التوجيهي الغير مباشر، أسلوب المباشر بالأمر وأسلوب غير مباشر بالحجج والإرشادات. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، وبعد سقسك سؤال، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض ولا وعزل؟ لاحظ معايا، سقسيك هذا السؤال الاستفزازي، السؤال الذي لا يحتاج إلى جواب، أين نمرود؟ سقسيك أين نمرود؟ رقد في دارها مات. هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب، ولكنه سؤال توجيهي، يوجهون إلى أمر معين. نمرود وراه أنت مباشرة تقولي مات. احنا قرينا على الأسئلة الاستفزازية كما في النزعة التأملية، من ذا يكافئ زهرة فواحة؟ سؤال، شكون اللي كافئ الزهرة كي راح تعطينا في الريح؟ بديهية، واحد ما راح يكافئها، كان ولا ما كانش. ولكن هذا السؤال يدعونا إلى التأمل، يدعونا إلى التفكر، أين نمرود وكنعان؟ وينه نمرود هذا؟ على بالكم شكون نمرود؟ على بالكم هذا ملك عظيم، هذا ملك الأرض، ملك الأرض، عاش 800 سنة، 400 سنة هو مالك الأرض، قوة عظيمة. كي نقول لك الأرض معناها مش إفريقيا ولا أرض يعني. ثم ماذا؟ 400 سنة دخلت ذبانة في مخه، دخلت ذبانة في رأسه، دخل ذبابة، هذيك الذبابة درت له زف في رأسه ولا ما يقدرش يتحمل، كي تنوض الزف يضرب رأسه بالنعال بالصبابيط وبالحجارة. يعني ملك عظيم، ما الذي قتله؟ ذبابة، بعوضة كما قلت، فهمتوا الحكاية فهمتوش؟ أي هو سقسيك أين نمرود؟ هل أنت أقوى من نمرود؟ أو سقسي فيك؟ هذا سؤال توجيهي بأنك أنت لست أقوى من نمرود. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض ولا وعزل؟ أين من سادوا؟ عفوا، هذه هي أنا ما قلت، أين من سادوا؟ إيش معنى سادوا؟ كانوا أسيادا، وشادوا معنى شيدوا القصور وبنوا، ها؟ هلك الكل ولم تغني القلل. معايا مش معايا؟ لبلكم قارون الذي ملك مفاتيح الأرض، يعني هل أغنته أمواله أم لا يموت؟ لبلكم فرعون الذي تحدى، يعني تحدى الله تعالى وقال لهم ابنوا لي صرح، قال الهامان ابني لي صرح لعلي أطلع أسباب السماء، نطلع نشوف إله موسى هذا، فينا هذه راه قمة التحدي. لبلكم فهمتم فهمتوش؟ لا شيء. قال لك هادو الناس، هل يوجد ناس مثل هؤلاء؟ ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، هل يمكن أن نكون مثل هؤلاء؟ لا يمكن، هؤلاء هلكوا، وبالتالي نحن لا شيء بالنسبة إليهم. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض كله؟ هلك الكل ولم تغني، عفوا أين من سادوا وشادوا من التشيد وبنوا، هلك الكل ولم تغني القلل. وبعد شوف شرح يدي لهم الله تعالى، سيعيد الله كلا منهم، وأنت منهم، هذا الكلام موجه لك انت، وأنت منهم، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا، كملوها ما قد فعل، وسيجزي فاعلا ما قد فعل. والكلام ليس مقصود على فرعون فقط، بل أنت أيضا منهم، أو يحب يقول لك بأن هؤلاء الأقوام. إذن الشعر التعليمي هنا هو شعر يعتمد على الأسلوب المباشر والبسيط والواضح، يعتمد على تقديم الأوامر الواضحة، يعتمد على تقديم بعض الحجج من أجل الإقناع. بماذا؟ بترك الملذات والشهوات التي شاعت في عصر الضعف. بمعنى أن الشعر التعليمي عنده طريقة، الشعر المدح عنده طريقة، ولكن الطريقتين تصبان في بوتقة واحدة. البوتقة شنو هي؟ الدعوة إلى العودة إلى الله تعالى، فهمتوا الحكاية فهمتوش؟ وراني سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. ومن بعد هنا نرجع للنصائح المباشرة، أي بني، أي هنا بمعنى يا، فهمين؟ ما هي حرف نداء؟ أي يا و، فهمين؟ وأي
أي بني اسمع وصايا جمعت. يا بني أرواح نعطيك وصايا، هذه الوصايا ماذا جمعت؟ كملوا. جمعت حكما، هذه حكم لمن؟ خاصة بمن؟ خصت بها خير الملل. وينها خير الملل؟ هي ملة الإسلام. أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. وش قالوا أول نصيحة؟ ركزوا معايا، هذه أول نصيحة، طلب العلم. وكي تعود تطلب في العلم وشني لازم يجي معاه؟ لا تكسل. هذه نصيحة لكم أيضا أنتم أصحاب بكالوريا، طلبوا العلم ولا تكسلوا، طلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. كملوا. وطرح الدنيا، لماذا طرح الدنيا؟ فمن عاداتها تخفض العالي. الدنيا مخادعة غدارة، فمين؟ تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الراء، راك فاهمين ايش معنى تخفض العالي وتعلي من سفل؟ تقلب الموازين. ها، عيشة الراغب في تحصيلها، أي عيش الذي يجري وراءها. اللي يجري وراءها وشيني عيشته؟ الراغب في تحصيلها، معنى الذي يريد أن يحصلها. كملوا. عيشة الجاهل فيها، أو أقل من الجاهل. أنا أحمق من الأحمق، أحمق من الأحمق. أحمق هذا اسم تفضيل، يعني الذي يجري وراء الدنيا هذا إنسان غبي، لأن الجري وراء الدنيا، الدنيا مخادعة. فطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الراغب في تحصيلها، عيشة الجاهل فيها أقل. كملوه. واترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. امشي بنيتك، هاي عدنا هذه المقولة، إنما الحيلة في ترك الحيل. خير حيلة أن يترك الإنسان الحيلة، هذيك راه خير عادة أن لا يتعود الإنسان عادة. هذه هي، هذه في الفلسفة، بصح حنا في الأدب. خير حيلة أن يترك الإنسان الحيلة. امشي بنيته. واترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. كملوا. قيمة الإنسان ما يحسنها، ما يحسن ماذا؟ هذه النصائح اللي أعطيتها لك، قيمة الإنسان ما يحسنها، يحسن ماذا؟ هذه النصائح، طلب العلم وطرح الدنيا. كثر الإنسان منها، أو أقل معناه كثر، تكثر حسنه ومقامه، قلل يقل شأنه ومقامه. فهمتوا الشعر التعليمي؟ إذن كنا نسقسيكم سؤال، ما الدافع من كتابة هذه القصيدة؟ ما الدافع من كتابة هذه القصيدة؟ تذكير الناس والانتشار ظواهر له الموجود. ما الهدف من كتابة هذه القصيدة؟ وش قول لي؟ إرشاد الناس. هل الإرشاد هنا بالأسلوب مباشر أو بالأسلوب غير مباشر؟ بالأسلوب مباشر. هل اعتمد الكاتب على الحجة والبرهان أم اعتمد على التوضيح بالآيات القرآنية؟ اعتمد على الحجة والبرهان. المسلمات البديهية، ومن بين المسلمات هذه أن الموت مكتوب على من؟ على الجميع. فهمتوا الحكاية؟ فهمتوش؟ راك فاهمين حتى ساعه وشاهمين؟ جميل جدا. إذن الذي أريد أن أوصلها إليكم أن في عصر الضعف انقسمت الأساليب الإرشادية، من شعر المدائح اللي هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، الهدف منه تذكير الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التخلق بها والبعد عن الملذات والشهوات. شعر الزهد، وش يدير شعر الزهد؟ شعر الزهد هو شعر يتذكر الآخرة وعذاب القبر وغير ذلك، وهو أيضا يدعو الناس إلى العودة إلى اسمه. شعر التعليمي، إذن الشعر التعليمي إحنا لنقرأه، ما هوش الشعر الذي يعلم اللغة العربية بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبل النفعل ينجلي، ها؟ ليس هذا شيء، إنما الشعر التعليمي المفروض علينا هو الشعر الذي يعلمني أمور الدين، هو الذي يعلمني كيف أسبح، كيف أعود إلى الله تعالى، كيف. فهمتوا الحكاية؟ فهمتوش؟ جميل جدا. قادر أنت يا الشعر يعلمك كما تعلم ابن عربي، يعلمك قدرة الله تعالى. وش يقول لك؟ جل الإله فما تحصى معارفه، ربي سبحانه جليل عظيم ومعارفه لا تحصى، ولا عوارفه ولا مواهبه. متفهمين؟ يعني هنا شعر التعليمي، أي شعر ديني راهي إما مدائح إما زهد تعليمي، معناها راك في عصر الضعف. لما الشعر يعود يحكي على الدين راك الدور في عصر الضعف. حكيت على الوطن راك في الشعر، حكي على الوطن ولا الرومانسية والإنسانية راك في العصر الحديث، خلاص في الحديث، مش ديني حبيبي. مادام مش ديني خلاص ماكش في عصر الضعف. الشعر عصر الضعف يتميز بماذا؟ بالشعر الديني. هنا هذه نزعاته وأفكاره، بمعنى هذه الأسئلة كنت حفظيها وتفهميها، يجيك أي شعر تعليمي تقدر تحليه بكل بساطة، معناه بدون تفكير. راك معايا مش معايا؟ صح. السؤال الأول وش يقول؟ إلى ما يدعو الشاعر؟ نمحي الصبورة؟ ماذا ستكتبون؟
خلاص من بعد كتبوه. عندي مكتوبة هذه علاش تكتبوها؟ نعطيها لكم مكتوبة أو اكتبوها في نهاية الحصة. صح كملوا معايا قبل نكملوا السوجي ومن بعدها خليها لكم مكتوبة. إذا إلى ما يدعو الشاعر بداية النص؟ يدعو الشاعر إلى اعتزال ذكر الأغاني. زيدي كملي وقول الحق. زيدي كملي. أليس على بالكم هكذا تقول يدعو الشاعر إلى اعتزال ذكر الأغاني واعتزال الغزل بزاف جيد. كي تقولي الاستقامة، استقامة ماذا تعني؟ ترك الأغاني. فهمتوا؟ إذا كلمة ولكن أعطيني الدليل باللي راح قال هذا الكلام. اعتزل صحيح. علاش يحوس الناس تعتزل؟ جاوبي لماذا؟ تعليل تعقلك ها؟ تذكيرهم بماذا؟ لأن الشاعر يريد أن يرى مجتمعه مجتمعا سليما صالحا. إذا الإجابة الكاملة شكون يجاوبها لنا؟ منى إجابة الكاملة شهد يدعو الشاعر في هذا النص نعم إلى الاستقامة جيد. ويظهر ذلك في قوله اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل. إذ أن الشاعر يريد أن يعيد قومه إلى طريق الاستقامة وطريق الصواب. جميل جدا إجابة رائعة ومتكاملة. شوفي شوفي ذكرني كيفاش اسمك. ذكرني باسمك. شوفي يا بلقيس على بالك بلي اسمك له قصة ها على بالك صح. شوفي يا بلقيس أي إجابة عندها حكم تمثيل تعليل. بلقيس أنت هي شعبة الرياضيات. احنا في الأدب العربي مصيبته مصيبة. البناء الفكري ما عندوش ديكريتير ما عندوش معايير يمشي عليه. كي تسقسي واحد ولا كذا يقول لك جاوبه خلاص. لا ما نجاوبش خلاص. كي نقول لك ادرس اتجاه تغير الداله عندك خطوات مجموعه تعريف النهايات جدول التغيرات وغير ذلك واشتقاق وكذا وكذا. يعني عندك خطوات. هذه كلمه ادرس اتجاه تغير الداله معناها عندك خطوات. هو ثاني في الادب العربي لما يقول لك ما الذي يريده الشاعر ولا ما الذي ولا ما الذي يدعو اليه عندك ديك خيتاخ عندك معايير. تقول يدعو الشاعر الى كذا وكذا ما هو دليلك بلي راه دعا كذا وكذا. وهذا ما تعكسه لفظه اعتزل الصريح صح ولا لا؟ علاش دركا تقولي لي استاذ انا كيفاش نعرف علاش؟ شكون نحكوا بالقيس؟ لازمنا نقراو هذه الافكار. هذا يسموه البناء الفكري. لازم انا كنعود راح نتعامل مع الشعر التعليمي لازم نكون ملم به ملم به الافونس. مش نهار الباك نروح نتعامل معاه مانيش عارف راح يجيني. عارف بلي راح يجيني السياسي الرومانسي الديني مهما كان ما يخش عليه الامر. اذا جاني الرومانسي فنزعته رومانسيه انسانيه وجدانيه وغير ذلك. اذا جاني سياسي نزعته كذا وكذا. اذا جاني ديني فهو كذا كذا كذا. فهمتوني؟ بمعنى انت راح تتعامل مع نص عارف واش راح يجي. بمجرد تشوف الشعر التعليمي تعرف على وهجة والعصر وش كان فيه وكيف هكذا ما هي أفكاره ونزعاته وعواطفه. فهمت الحكاية؟ فهمت إيش؟ إذن سؤال ثاني حدد إذن الإجابة يدعو الشاعر في هذا النص إلى الاستقامة وترك الملذات والشهوات وغيرها. وهذا ما تعكسه أفعال الأمر اعتزل قول الحق اتقي. إذ أن الشاعر والله إذ أنه باش ما نضلوش نعاودوا في كلمة شاعر. إذ أنه يريد أن يرى مجتمعه صالحا. إذ أنه يرى مجتمعه دينا. دين معناها متمسك بدينه خلاص راك معايا قد قد صح. حنان حدد سؤال ثاني. حنان حدد توجيهات دينية. ركزي معايا واش قال لك حدد توجيهات دينية. كاين توجيهات دنيوية وتوجيهات دينية. حوسوا على التوجيهات الدينية. يلا الآن التوجيهات شفتوا في الشريعة كيفاش تجاوبوا. كي يقول لك خرج فوائد والإرشادات ما تقول ليش ما تخرج ليش جمل فعلية. لازم الجملة تاعك تبدأ بمصدر مثلا اعتزال مثلا الخوف منه. يعني دائما الجملة تاعك تبدأ بمصدر. يلا التوجيهات شنو هي؟ اتقي الله. اتقي الله كيفاش نقلبوها؟ لازم نقلبوها مصدر. تقوى الله. تقوى الله جيد جدا. السطر الأول ما فيهش فيه والو أقدين اعتزال الأغاني والغزل خلاص. قول الحق الابتعاد عن الصحبة السيئة صح. شتو كيفاش؟ ومن بعدها نروحوا لي تقوى الله. فهمتوني؟ كي تروحوا لي الشيخ تقول لي أستاذ أطلب العلم هل هو شيء ديني أم دنيوي؟ شيء ديني. ديني ترك الدنيا شيء ديني أم دنيوي؟ دنيوي. لأنك قادر واحد يجري ورا الدنيا يجري يدير الصوار
حرام كدير السوارد ولا مش حرام؟ مش حرام، حاجة دنيوية تقدر تجري وراها تقدر تحبس. إذا حبست ما تجريش وراء الدنيا، وش سموها الظاهرة؟ سموها ظاهرة الزهد. الزهد هو الابتعاد عن الملذات. الملذات مش لازم الفواحش. الله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، معناها حتى البنون راه ملذة، الصور الثانية ولا ملذة يعني. يعني هذه هي بمعنى الله تعالى بهبدا. الشهوة الأولى شنو هي؟ المال، فهمتوا؟ جيد. والبنون، معناها المال وبعدها البنون. جيد جدا. هل تجد سؤال ثالث؟ منال؟ أي نعم. علم، وكان ما قال ليش علل، لازم نعلم. كيفاش راح نجاوب؟ كيف سأجيب؟ لعصرنا في وقتهم أم في وقتنا هذا؟ لعصرنا احنا. اللي راه يطرح عليك في الأسئلة، لا راه عايش مع البصيري، والله عايش حقر، عايش معك انتي حقرني انا اللي كتبتهم لك. خلاص نمحي صبور ولا مازال؟ وراكم حاصلين. جيد جيد. هي صح، هل هي صالحة لعصرنا؟ علاش؟ لماذا؟ جيد جدا، لأنه عم الفساد زيدي وأصبحت الناس لاهية غافلة. شوف لاهية، إيش معنى لاهيا؟ أضحى بمعترك المنايا لاهيا، إيش معنى لاهيا؟ مشتغل، مش مشتغل. لاهيا هي كلمة خطيرة، لاهيا مأخوذة من اللهو، واللهو ديما نعطفها على الموجود، يقول لك اللهو الموجود. بمعنى كي تقول واحد أنت لاهن، معناها من الملهى. ملهى كلمة كبيرة ولا صغيرة؟ يقول لك أنا رايح للملهى، تقولوا راح تشتغل. بمعنى كلمة لا، هي الكلمة كبيرة جدا، فهمتوا؟ وبالتالي ماذا؟ عاودي لي منال الإجابة. هل تجد أن النصائح التي قدمها الشاعر صالحة لعصرنا؟ نعم. لماذا؟ ركزوا معايا، حتى وإن لم يقل لك علل يجب عليك أن تعلل، حتى وما قال لكش علل يجب عليك أن تعلل. ما تفهم باش تدافع الفكرة أتاعك. تفضلي. وشهواتهم وغيرهم. إجابة أخرى. جيد جدا. ماكش كل الناس ولكن أغلب الناس.